كل المكان يطلع دخان ومبين آثار الحريق بيه. لما دخلوا لقوا بس ابنهم قاعد بنص البيت وكل شي ما يسوي ويباوع على العالم اللي موجوده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومساء الخير عليكم يا أحلى وأجمل متابعين بالدنيا. قبل لا أبدأ بالقصة مال اليوم، صلوا لي على الحبيب المصطفى، اذكروا لي الله يا جماعة الخير. اسمي عبد الوهاب، دكتور الأمراض النفسية. طبعا ما أحب هذا الاختصاص نهائيا، الاختصاص تقدرون تقولون يعني مفرض علي فرض. والدي اللي خلاني أدخل بهذا الاختصاص لأن هو كان دكتور بي، وظليت أشتغل فترة جدا طويلة، ولحد هاي اللحظة اللي جاي أحكي بيها أني ما أريد هذا الاختصاص أبدا، لأن هذا الاختصاص ما أعرف ما حبيته نهائيا. لو صاير غير اختصاص ثاني أحسن لي. المهم، يوم من الأيام وأنا بالمستشفى جاي أشتغل، أجي الكتاب مال النقل باسم المدير المستشفى. دز علي المدير وقال لي أنت راح تنقل للمستشفى الفلاني. طبعا كنت متعود على النقل بين فترة وفترة، خاصة الأطباء الأذكياء دائما ينقلوهم، وأنا كنت من الأطباء الأذكياء. صح أنا قلت لكم ما أحب الاختصاص، بس أنا ذكي جدا بعملي وبمجالي. طبعا أخذت غراضي ورحت بديك المستشفى. ثاني يوم رحت بديك المستشفى ودخلت مباشرة على المدير. طبعا المدير قعدت وياه شوية وحكيت، وبعدها وجهوني للغرفة مالتي اللي راح أقعد بيها أني. طبعا كانت المستشفى غير نظامية ومخربطة، وهذا الشي أنا ما راح أقدر أغيره لأن بيها مدير. المهم قمت أفتر بالممرات مال المستشفى، لفت انتباهي أحد الغرف الباب مالتها مسدودة وكاتبين لا أحد يدخل إلا برفقة الدكتور سمير، وما أعرف ليش كاتبين هاي العبارة على هاي الباب. واقف وجاي أقرأ بيها وأباوع ومنتبه يعني عليها وليش هيك مكتوب. بهالأثناء إجي من يمي أحد المنظفين اللي يشتغلون بالمستشفى ينظفون، فسألته قلت له ليش مكتوبة هاي العبارة على الباب؟ قال لي هذا قصة حيل طويلة وهنا لا أحد يطب عليه نهائيا وما نقدر نطب عليه أبدا. قلت له ليش؟ قال لأن غرفته كئيبة حتى إحنا ما نقدر ننظفها إلا يجي الدكتور ويطب ويانا. قلت له ليش يعني؟ قلت له هسه أكو أحد جوا؟ قال موجود أحد بس ما أنصحك تدخل عليه نهائيا دكتور. قلت له خلاص. طبعا مشيت هاني لأن أكو حالات جدا صعبة وما يقدر يتفاهم وياها أي أحد، لازم يتفاهم وياها الطبيب الخاص به أو الشخص اللي قدر يتعاون وياه. عرفت ومشيت بالممر وظليت أمشي. انتبهت يعني يوم ويومين ما حد يدخل علي نهائيا، حتى أكل ما ينطو. فلما سألت علي الأطباء الموجودين قالوا لي هذا حتى إذا ما يأكل ما يموت، وحتى إذا ما يشرب ما يموت، شلون ما حد يعرف؟ قالوا حتى الباب مسدودة ومقفولة نوبات نلقاه بالليل بالممر. طبعا لما قال هاي الكلمة أني ما أعرف شنو أقول له، لأن إحنا طب وما نؤمن بهاي الأشياء نهائيا. يعني إذا كانت الباب مقفولة مستحيل أكو شبح يطلع، أو مستحيل هو جنه يطلع. طبعا يوم من الأيام كانت المناوب مات الليلية وقاعد، فسألت أحد الدكاترة اللي موجودين وياي قلت له هي الغرفة هاي المسدودة تقولون بيها شخص جوا ويطلع شو اسمه؟ قال لي اسمه ماجد بس ما أنصحك تروح عليه نهائيا. قلت له لا ما راح أروح. الملف مالته وين؟ قال الملف مالته موجود بالأرشيف، إذا تريد تروح تطلع عليه امشي أنا وياك. رحت صدق أنا وياه. المهم دخلنا لأن أنا كنت رايد أشوف الملف مالته. الغريب بالأمر الملف الوحيد مالته هو جدا كبير كأنه كتاب. أنا دائما من تجي حالات عندي إش مهما تظل عندنا قديمة ما راح تعبر العشر صفحات، هذا لا تقريبا أكثر من 80-90 ورقة وكلها مكتوبة كلام. انتبهت قلت له هذا من شو وقت هنا؟ قال هذا ما كان هنا، قال هذا كان يومية المستشفى صار له فترة جدا طويلة، وهاي الأوراق اللي جاي يشوفها هاي الأوراق مو بس من مستشفى خاصة، هاي أوراق مرفوقة عن كلام ناس على الأشياء اللي كان يسويها وكانت تدور من هو صغير والحد هاي اللحظة اللي هو بيها هسه. قلت له تمام. أخذت الملف وطلعت، طلعت أتمشى بالممر ورحت الغرفتي وهو راح ما أعرف وين. قعدت بالغرفة وبديت أقلب بالملف، بديت أقلب بالملف اللي ما إلى أول وما إلى آخر. طبعا بداية حياته هو كان صغير، بدأ الأمر عنده إنه هم كانوا ساكنين بقرية، وهاي القرية جدا بعيدة عن يعني المناطق الباقية والبيوت بيها جدا قليلة، والمسيطر على هاي القرية هو شخص
عنده أملاك، يعني اللي موجودين هناك وقاعدين بهاي القرية كانوا يشتغلون تحت إيد هذا، يعني نقدر نقول القرية تحت إيد الكبير مال المنطقة مالتهم أو المدينة أو القرية اللي قاعدين بيها. بيوم من الأيام ارتفعت حرارة ماجد مو طبيعي، فكان أكو يعني مستشفى جدا صغيرة أو تقدرون تقولون مستوصف ما أعرف شو يسموه، فراحوا عليه خفضوا حرارته، رادة وحرارته كانت متنخفض، والأب عباله ابنه راح يموت. طبعا كان أكو بهاي القرية شخص واحد، وهذا الشخص كان يعالج الناس، كانوا يصحون هو عنده كرامات ويقدر يعالج أي شخص. فالأب راح عليه يركض بالليل، والولد كان يرجف بين ايده وراح يموت. طبعا ذاك اول ما شافه قال له ابنك ما راح يموت بس اني ما اقدر اعالجه، اخذه وروح للبيت وخليه، وهسه تقعد الصبح وتلقاه ما بيشي. هاي كانت اول بداية القصة مالته. صدق، وثاني يوم الصبح ماجد كانت حالته جدا جيدة وما بي اي شي، ولا كأنه كانت حرارته بالليل مرتفعة. ابوه يقول من شدة الحرارة مالته ما تقدر تخلي ايدك على جسمه. وبهذا الوقت هو كان عمره 9 سنين. طبعا اللي صار بعده قامت الحالة تتكرر عليه يومية وتصعد حرارته يومية. ويوم من الايام، واصلا يعني تجاوز انه سنين، تقريبا صار عمره بال 17 سنة، دخلوا عليه للغرفة على الصوت اللي كانوا يسمعون، لقوا عنده حالة من التشنج وحالة من الصرع. طبعا ابوه ما يعرف شنو يسوي، شاله وكان حتى ما يقدر يسيطر عليه من الحالة اللي هو بيها، كان حتى كف ايده ما يقدرون يفتحوه، وكان يطلع اشياء بيضة من حلقه. خاف ابوه عليه انه يموت، راح وداه المستشفى، ما قدروا يسووا له اي شيء، والمستشفى كانت قريبة. الدكتور قال له هذا يموت واحنا ما عدنا هاي الامكانية، وماكو حتى سيارة تنقلك المستشفى كبير. طبعا الاب ما عنده حيلة، كانوا دائما شخص يصير بيه شيء ياخذوه على هذا الشخص اللي موجود عندهم بالقرية اللي يقولون عنده كرامات. طبعا دخل عليه مباشرة، كان الوقت متأخر، وهذا الشخص كان دائما يعوف الباب مالته مفتوحة في سبيل تجي العالم ويستقبله. نوبات هو نايم يجون يقعدوه، فقال له ابني والحقدي ويصيح. باوع عليه وقال له أنا ابنك عالجك اياه، بس بشرط ابنك لازم يظل يمي فترة 7 أيام، ما راح أقدر أعالجه بيوم وما راح تجون عليه ويسألون أبدا. طبعا الأب خايف على ابنه وقال له شلون راح تعالجه، قال له تريدني عالجه عوفه اتركه هنا وروح، تجي ورا 7 أيام تاخذه ما بي شي. طبعا الأب ما يعرف شنو يسوي، الأم ما قبلت. بعدين قال احنا ما عدنا أي حيلة، ولا عدنا فلوس ولا عدنا سيارة ولا نقدر ننقل الولد. طبعا عافوا يم هذا الشيخ، الام ما رضت تتحرك، قالت لألا تطمن عليه. طبعا الشيخ اجا وخلى ايده على راسه، وبدت الحالة مال الصرع شوية شوية تخف. قالهم بس ما راح يقعد نهائيا الا ورا 7 ايام، لان اني عندي كرامة، والكرامة مالتي 7 ايام يلا اقدر اطيبه، والاسياد هيج قالولي هاي الكلام هذا. طبعا الاب والام من جهلهم خلص تركوا ابنهم وراحوا. لما تركوا ابنهم وراحوا، عافوه متمدد ونايم، وراحوا لبيتهم وقالوا لهم لا تجون نهائيين. كانوا الاب والام ينتظرون الايام تمر بفارغ الصبر، لحد ما يوم من الايام قاعدين هم بالارض الزراعيه اللي يشتغلون بيها سمعوا صوت صياح. لما سمعوا صوت صياح، كان البيت مال هذا الشخص اللي عنده كرامات يحترق، والنار مو طبيعيه بيه، شلون هيك ما حد يعرف. جت العالم وبدت تطفي، والعالم ما عدها اي شيء، ومثل ما قلت لكم هم بقرية جدا بعيدة، يعني ما راح يوصلهم لا دفاع مدني ولا اي شيء. فبدأوا يطفون بيها بتراب ومي واشياء وما قدروا، النار كانت تسعر، ومرة واحدة النار وحدها طفت. طبعا الام والاب كانوا يبكون وعرفوا ابنهم بالداخل واحترق، وما يعرفون شنو اللي حصل بهذا المكان. وياهل يسألوه يقول له احنا اجينا مرة واحدة لقينا النار هيك مشتعلة وكبيرة، يعني حتى ما بادية انه تشتعل من هي صغيرة وبعدين كبرت، النار مباشرة كبيرة. الغريب بالامر البيت طفى ودخلت العالم تمشي، كان كل المكان يطلع دخان ومبين اثار الحريق بيه. لما دخلوا لقوا بس ابنهم قاعد بنص البيت وكل شي ما يسوي، ويباوع على العالم اللي موجودة، والباقي الاشياء اللي موجودة كلها محترقة، هذا الشخص اللي موجود اصلا محترق وصاير يعني تقدرون تقولون مستوي.
وهو الوحيد كل شي ما بي. طبعا هنا العالم كل اللي موجودين قالت انه ماجد صارت عنده كرامة، انتقلت الكرامة مال هذا الشخص الماجد. كل العالم كانت تؤمن بهاي الاشياء. طبعا طلع ماجد وابوه جدا فرحان بيه هو وامه انه ما بي شي، بس لما يسألوه يقولهم ما اتذكر شنو اللي صار هنا. ومن هاي اللحظة بدت القصة مال ماجد، وانا جاي اقلب بالورقة واباوع لقيت انه الوقت اتأخر وما راح اقدر اكمل. رحت ونمت، ولما نمت قعدت ثاني يوم ملهوف ارد اشوف شنو اللي صار بعد بيه. كملت ولقيت ماجد، يعني لقيت ماجد انه قام يصير انطوائي ويختفي وما يطلع نهائيا، والغريب بالامر ابوه وامه هم يطلعون. كانت الناس او جيرانهم بالقرية دائما يشوفونه برا يسألونه يقولوا له ابوك وامك وين، يقولهم ابوي وامي مسافرين وما حد يعرف شنو اللي يصير. هنا بدت اكو عالم تختفي من المنطقة واطفال وحتى من الاماكن المجاورة. طبعا ماجد كان يتصرف تصرفات جدا غريبة، يعني اكو ناس يشوفونه بالليل وحده موجود، واكو ناس يقولون انا شفته بالبيت مالتي، والناس كلها قامت تخاف من عنده. طبعا الناس اللي داير ما دايرة بالقرية يقولون تندق الباب علينا الساعة بالثنتين وبثلاثة، ولما نطلع ما نلقى احد، وعادة احنا بمناطقنا ما حد يجي بهذا الوقت ابدا. الناس القريبين من عنده وجيرانه يقولون نسمع اصوات قوية جدا بالبيت، واحيانا نسمع صوت اغاني وحفلات. طبعا ولما نسأل الصبح يقول بس انا بالبيت وماكو هيك شي. طبعا ماجد كان يخوف كل الحوالي، والناس اللي موجودة وياه بالمنطقة يقولون ما نقدر نوقف وياه أكثر من دقيقتين، إذا وقفنا أكثر نقوم جسمنا يرعش ونخاف من شنو ما أعرف. هاي كل اللي صار. بعدها يوم من الأيام وأحد الجيران سمع صوت الصراخ وصياح بالبيت مال ماجد، ولما سمع هذا الصوت اتصل بالشرطة، ولما اتصل بالشرطة كانت الشرطة تتأخر يلا تجي، لأن كان المركز جدا بعيد عن هاي القرية. وصدق تأخروا والشرطة يلا جو، كان الصوت ساكت وماكو أحد. داهموا البيت ودخلوا لقوا بالبيت كتب هواي، لقوا أشياء مو طبيعية، لقوا البيت جدا وسخ، لقوا تقريبا جماجم بشرية تعدت 24 جمجمة بشرية، ومن ضمنهم يعني جمجمة مال أطفال. وهنا كانت الصدمة للعالم كله اللي موجودين حواليه بالقرية، لقوا جماجم بشرية موجودة جوه وحقيقية، وأخذوا وحللوها وشافوا الشعر اللي موجود والأشياء والكتب كلها أخذوها من هذا البيت، وشمعوا البيت بالشمع الأحمر، وكانت الشرطة تجي عليه بين فترة وفترة. كانوا أهالي المنطقة ما حد يروح يتابع القضية لأن ما عليهم بيه نهائيا، غير هذا الشيء أنه خصوا من عنده. المهم اللي أثبت أنه أحد الجمجمتين اللي موجودين هم أمه وأبوه، يعني كاتل أمه وأبوه، بس أجسامهم وين ما حد يعرف. هنا ننتقل للضابط اللي كان يحقق وياه، ومرفوق ملف بكلام الضابط. يقول الضابط لما كنت أحقق وياه وأدز عليه وأقول له ماجد أنت ليش كتلتهم، يقول مو أنا اللي كتلتهم، هو اللي كتلهم وجابهم وحطهم ببيتي، أنا ما مسوي أي شيء. طبعا هذا الكلام كان مكتوب يعني بالتحقيق، وكان قليل الكلام جدا. ولما نسأله ونقول له منو، يقول ما أعرف، هو اللي أجى وقتلهم، لحد ما أثبت أنه 100% هذا الشخص مجنون. انثبت مجنون لأن الشرطة ما وصلت وياه لأي نتيجة. طبعا اللي صار بعدها هو أنا يعني ما اقتنعت بي، قلت هذا مجرم متسلسل ومجرم محترف، وعرف شلون يفلت من حبل المشنقة، وقدر شلون يفلت من الإعدام. هاي الأشياء كلها اللي جاي يسويها هو ما بي أي شيء، وهسه قاعد بهذا المكان ماكل وشار وجاي يسوي الأشياء اللي يريدها. طبعا بديت أطلع على الملف أكثر وأكثر، وهواي مسوي حوادث بحياته، وأكو يعني حتى شغلة مكتوب عليها عشوائي ورقة، وكانت هاي يعني مثلا كلام مثلا دكتور يقول أنا كنت مثلا أحكي وياه، ومرة واحدة سمعت الباب تندق، رحت فتحتها لقيت شخص يشبهه واقف في الباب، أو ممرض يقول أنا أشوفه يفتر بالممر. وهاي الأشياء اللي موجودة ما أحب أذكرها كلها اللي كانت موجودة بالملف، لأن قصتنا مطولة. طبعا اللي صار بعدها طبقت الملف ورحت أريد أرجع الملف للأرشيف. لما رحت جاي أتمشى ملف حسيت أكو أحد يمشي وراي، التفتت ماكو أحد، وأنا جاي أمشي مرة ثانية تكرر عندي الصوت تقريبا
يعني ما مشيت غير خطوتين ثلاثة من انتبهت لقيت دكتور وراي. شلون هذا الدكتور؟ اسمه عبد الله. افتريت عليه قلت له دكتور عبد الله ليش تمشي بهاي الطريقة؟ باوع علي وهز براسه وبدأ يمشي وياي. قلت هذا ايش فيه؟ بعدين قلت احتمال دنيا الليل واحنا بنوبة ليلية وهسه نعسان يجوز. فبديت امشي ورحت للمكان اللي يحطون بيه هذا الملف اللي هو الارشيف. رحت وحطيت الملف بالارشيف، ومرة واحدة الدكتور كان وياي وين اختفى ما ادري. ظلت التفت يمنى ويسرى بس ما موجود. المهم رجعت للمكتب مالتي وقلت خلي انام شوي ونمت. نمت شوية وغفيت. بعدها سمعت صوت ما الشخص موجود وياي بالغرفة. قعدت مفزوع والتفت يمنى ويسرى بس ما كان اكو احد موجود طبعا. وبعدها بثلاث ايام او اربع ايام ما اعرف قلت خلاص انا لازم التقي بهذا المريض ولازم اطب عليه اللي هو ماجد. قالوا ما ننصحك تدخل عليه نهائيا لان هذا بس الدكتور ما تقدر يطب يمه، وحتى من يطب ما يطول يمه دقيقتين ثلاثة ويطلع على قد العلاج او المهدئ اللي ينطيه اياه او على قد المنوم اللي ينطيه اياه من نطب ننظف الغرفة. قلت له شو وقت تنظفون الغرفة؟ للممرض اللي كان واقف بصف الدكتور اللي كان تحت شوية. قال ان شاء الله باكر الساعة بالتسعة الصبح لان الدكتور راح يجي الساعة ستة، وانا طبعا بهاي الحالة انا لازم اكون بالبيت لان انا خلص يخلص واجبي الصبح. فقررت انتظر بهذا اليوم، وصدق صارت الساعة تسعة ورا ما نطول علاج. طبعا ما سألت الدكتور مات عن اي شيء. فمن طب ومن نظفون دخلت انا للغرفة. لما دخلت للغرفة صدق يعني من قالوا ان الغرفة كئيبة ومريبة وما تقدر تبقى بيها واقف لحظات. طبعا قاموا ينظفون بالغرفة وكان موسخة بكل مكان بكل مكان حتى على الحيطان بإيده ما أعرف شنو أشياء على الحائط وسخ. الغرفة كانت تختلف عن المستشفى نهائيا، يعني إذا يجي شخص مسؤول ويلقى هاي الغرفة احتمال يسد المستشفى بسببها. المهم بعد ما استفاديت أي حاجة من دخولي لأن كان نايم نومة قوية بسبب المنوم أو المهدئ اللي أخذه، طلعت ورحت للبيت ارتاحت. وبعدها راح ارجع بالليل اكمل دوامي. ورجعت بالليل ورا ما شربت شاي وقعدت شوية صارت الساعة 11. قلت خلص لازم اروح عليه للغرفة وادخل. مع العلم المفتاح ما موجود عندي، والمفتاح كان عند احد الممرضين، وهذا الممرض الوحيد عنده نسخة من المفتاح. ليش منطيه اياه ما حد يعرف. المهم رحت عليه وقلت له اريد المفتاح مال الغرفة مال ماجد، تفتح لي الباب اريد ادخل احكي وياه. طبعا ما قبل وقال لي انت ما مسؤول عليه. المهم كلمتين وثلاثة انا وياه وخير شي قدرت اخذ المفتاح من عنده. اخذت المفتاح وقال لي على مسؤوليتك، وقبل كل شي تعال اوقف في صف خلى صورك وقول على مسؤوليتي انت دخلت. قلت له تمام. قلت لهم انا اخذت المفتاح من عنده وانا داخل على مسؤوليتي الخاصة بتلفونه هو التسجيل. وبعدها اخذت المفتاح ورحت وهو عافني ومشي. قال انا مستحيل ابقى واقف وياك. طبعا رحت عليه فتحت الباب ودخلت لقيته قاعد على السرير ومنطيني ظهره. هاي بداية الدخول مالتي. وبدأ يضحك بصوت شديد ويقول لي عرفت بيك راح تيجي دكتور وفضولك راح يموتك لان ما تؤمن بوجودهم ولحد الان ما مصدق عينك لما ابوك مات على ايد امك لما انطبت عليه وكتلته. تتذكر لما كنت صغير وامك كتلت ابوك؟ طبعا هنا انا ظليت صافن وما اعرف شنو اجاوب. وقال لي عمرك وحياتك ما راح تؤمن بوجودهم، وعمر العلم مالتك ما راح يؤمن بوجودهم. مع العلم احنا موجودين وبكل مكان، واللي موجود عندك بالبيت هسه هو اللي قال لي على امك شلون كتلت ابوك. طبعا هذا اللي صار. قالوا كانت امك مصنف على انه هي مريضة نفسيا مثلي، بس امك مو مريضة، امك كان عليها جن وجن قوي. بهالكلام هذا طبعا ما تمالكت نفسي مباشرة، عفت الغرفة وطلعت وسديت الباب. سديت الباب بدون ما اقفلها ورحت اركض. صادفت هذا الشخص بالطريق قال لي شنو اللي صار؟ اعطيته المفتاح وقلت له روح سد الباب ما صار اي شيء. قال لي انا نصحتك. بديت اركض ورحت دخلت للمكتب مالتي مفزوع من الكلام مالتي اللي حكاه. ما حكيت وياه اي كلمه بعدني، حكالي كل حياتي، حكالي السر اللي مخفي
عن العالم كله. صح، هي أم اللي قتلت والدي بعد ما طعنته بسكينه براسه وبصدره وبكل مكان. وانا كنت صغير بذيك اللحظة كانت أمي تجيها حالات صرع ومريضة. كان والدي ما يؤمن بوجود الجن نهائيا. كانت عمتي تجي وتقول هاي اكو واحد يحبها من عالمهم. كنت ما افهم الكلام اللي تقوله، بس بعدها لما كبرت عرفت ان كان بيها جن. بس والدي كان يرفض رفض قطعي انه هي بيها جن وهي مريضة نفسيا، وكان يجيب لها علاجات واشياء. كان يقفل الباب عليها ايام عديدة وينطيها اكل من جوا الباب لحد ما توحشت. ويوم من الايام نايمين انا وياه ما اعرف شلون فتحت الباب وشفت خيال. بديت اصحب ابويا واقعده، واني جاي اصحبي ومنتبه عليه، مرة واحدة شفت خيال طويل فوقي وباوعت انه هذا خيال والدتي بس كان بغير هيئة. طبعا بدت تطعن بوالدي وتضرب بي، وانا لما شفت الدم بديت اصرخ واصيح وركضت بالبيت. وبعدها طلعت برا وقفلت الباب اللي موجودة وبديت اصرخ بالطرمة وابجي واقولهم امي قتلت ابويا. التمت جيران علي والشرطة وجوه ياخذوها وسجنوها، ورا فترة توفت ونسيت كل شيء. ووالدي سجل انه والدتي قتلت بسبب حالتها النفسية، بس انا كنت متأكد انه هي عندها جن. طبعا وكنت طول هاي الفترة اللي انا بيها واروح للبيت اشوف خيالات بالبيت اسمع اصوات، بس كنت اقول انا شي جاي اتعامل ويا ناس يعني مريضين نفسيا وعقليا، وهاي الامور تحدث دائما. وكنت دائما لما اريد انام اخذ مهدئات يلا اقدر انام، ومرات احس بشخص موجود يمي بالبيت، ومرات احس البيت مو مثل ما عفته، يعني القى اغراض متحركة واقول لا انا حركتهن وما ادري. طبعا اللي صار بعدها قلت بس يطلع علي الصبح راح اترك الشقة اللي قال بيها موجود جن وراح اقدم استقالة من هذا الشغل. طبعا لهنا أنا وتنتهي قصتنا اليوم. اذا عجبتك ادعمني بلايك، اشترك لي بالقناة، فعل زر الجرس. طبعا ادري بيك راح تقول النهاية مالتها ما متوقع نهائيا وانتهت بسرعة، بس هي هاي نهاية القصة وهاي كل القصة ومحتواها. ولا تنسى الشير لأحد الفيديوهات. الله يرضى عليك. باي باي.